مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تي في. رمضان مبارك سعيد، عواشر مبروكة مسعودة، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى أنكم تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. ما بقى والو، مسكين رمضان ويمشي. هاد الأيام اللي بقات، يعني واحد 6 أيام اللي بقات أو 5 أيام، نتمنى أنها تدوز بخير وعلى خير عليكم أنتم مشاهدينا. شكرا لكم بزاف اللي كتبعوا البرنامج داخل وخارج أرض الوطن، برنامج رباح مع شوف تي في وبرنامج العائلة الأهل والأحباب والأصدقاء، برنامج المتعة والترفيه. اليوم الخميس 24 رمضان 1440 موافق 30 ماي 2019، وهذه 10:55 بدينا شي شويه معطلين، كيكونوا بعض البرامج كيتصوروا هنايا في الاستوديو، داكشي علاش كنبداو شي شويه معطلين. على اي تحيه كبيره لكم مشاهدينا وشكرا لكم، وعواشر مبروكه مسعوده بالصحه والسلامه عليكم كاملين ان شاء الله. بغيتوا تتواصلوا معنا الطريقه سهله، الرقم هو كيدار اسفل الشاشه، مرحبا و1000 مرحبا، تواصلوا معنا، اتصلوا بنا، الرقم ديالنا راه هو كيدار اسفل الشاشه 06 61 93 78 35، ومرحبا و1000 مرحبا باللي معنا في اللايف كيعطينا دي كومونتير، تحيه كبيره لكم. نشوفوا اول كومونتير معنا في حلقه هذا اليوم من عند لطيفه محمد، قالت لنا اهلا اهلا وسهلا بك اختي لطيفه، كذلك فرح اهلا شكرا لك اختي فرح. فاتي كذلك الاخ عبدو، كيفاش المسابقه؟ مسابقه خويا عبدو، برنامج رباح مع شوف تي في وبرنامج ديال المسابقات، فيه مجموعه ديال الاسئله، 7 مراحل، ثقافه عامه، دين، رياضه، امثال شعبيه، الغاز ولا تقلدني، ولا ممنوعيه لا تقلدني، كنعطيك شي جمله تعاودها بالزربه، ولا ممنوعيه لا نبدا نسولك لمده دقيقه ما تقولش لي لا ايه وي نو نعم، متفقين؟ مرحبا و1000 مرحبا خويا عبدو، اتصل بينا مرحبا بك. كذلك قاسمي، السلام عليكم، السلام. شكون اخر؟ كذلك حسان، نصر، شكون هذا؟ عبد الغفران، شكون هذا؟ عبدو غفران بحالو كبالي، مرحبا بارك الله فيك. ام حليمه تحيه كبيره ليك، شكرا ليك. صفاء، سي محمد اهلا وسهلا خويا سي محمد، تحيه كبيره ليك، شكرا ليك. سلام خويا صلاح، وعليكم السلام خويا سي محمد، شكرا ليك بزاف. كذلك الاخت كريمه، على السلامة، الله يسلمك لاله كريمة، عواشر مبروكة مسعودة، تحية كبيرة لك. سلطانة بيتي، تحية كبيرة لكم انتم اللي معنا في اللايف، مجموعة ديال المشاهدين كيعطيونا دي كومونتير، شكرا لكم بزاف من عند خوكم صلاح الدين فرحتي أمام الكاميرا. وكذلك ما نساوش مخرج البرنامج الأخ أسامة زين الدين البوغوس ديال شوف تي في، تحية كبيرة لك أخويا أسامة وشكرا لك. يلا نمشيو ناخذوا أول مكالمة في حلقة هذا اليوم، كيكون الضغط على الهاتف ناخذ اول مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الاسم الكريم والمدينه؟ اسمي سي مهدي بولحيا. مرحبا. مدينه الدار البيضاء. مهدي بولحيا. نعم سيدي. واش بولحيا ولا بويحيا؟ بولحيا بولحيا. مرحبا بك اخويا بولحيا. الله يبارك فيك. خويا المهدي بولحيا لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي مزيان. من كازا ياك؟ مبروك عواشركم. الله يبارك فيك علينا وعليك، فينا حي في كازا خويا المهدي؟ أنا في الولفة. في الولفة، تحية ليك وتحية لكل مشاهدينا بحي الولفة. الله يحفظك. عواشر مبروكة مسعودة أخويا المهدي. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يحفظك. يا ربي أمين وعلى جميع المسلمين. الله يحفظك. ياك غادي مع رمضان مزيان، ما كيغلبك لا صيام لا والو. لا لا بخير الحمد لله. بخير وعلى خير. أنا غادي نشوفك أخويا المهدي واش غالبك الصيام ولا لا، إلا تبعتي معايا المسابقة مزيان. مرحبا. يلا نعطيوك اختيارات أخويا المهدي باش نبداو المسابقة، ثقافة عامة. ثقافة عامة، الدين، الرياضة، أمثال الغاز تقلدني ولا ممنوعية لا؟ شنو؟ الرياضة. رياضة. الرياضة. واخا عندك مع الرياضة ولا غير شوية؟ شوية وصافي. شوية وصافي. شوية. يلا أعطيني 5 الحراس في البطولة الوطنية. أنا الزنيتي. واحد. رضا التقناوتي. ماشي رضا التقناوتي، أحمد التقناوتي. أحمد التقناوتي لا رضا التقناوتي. رضا كيقولوا أحمد رضا التقناوتي، وي أحمد رضا التقناوتي، ثلاثة. رضا التقناوتي. جوج. انا زنيتي رضا التقناوتي. عقيد، محمد عقيد ديال واتزم. اهي محمد عقيد، ها هما ثلاثة. بوجاد ديال مولودية وجدة. برافو ليك، ها هما 4، قالك واحد. ونزهير العروبي ديال المغرب التطواني. ونزهير العروبي ديال المغرب التطواني، ولا نقولوا مثلا برقادي ديال الجيش. ولا ايمن ماج، ولا الحواصلي. ياسين الحد ولا الحواصلي ديال الخريبكا. ديال الخريبكا ولا ديال العاسف ياك؟ لا ديال الاخر خو في الحسنيه تقادير. في الحسنيه، برافو ليك، راه عندك مع الرياضه خويا مهدي، الله يعطيك الصحه. يلاه هي 10 نقاط، شنو تختار من بعد الرياضه؟ عندك سؤال في كل مرحله خويا المهدي.
مرحبا. السؤال هو ما نقولش ايه ما نقولش ممنوعيه لا. آه يا الله مرحبا والف مرحبا. غنسولك لمده دقيقه 60 ثانيه هذا اسامه غيدير لنا الكرونو ياك ما تقولش ليا يه لا وينو نعم تفخين متفقين. يا الله اسامه كرونو الله يرضي عليك 3-2-1 توب كرونو. خويا المهدي مرحبا بك معنا. الله يحفظك اول مره فيك. الله يبارك فيك. اول مره كتشارك معنا؟ هذه هي اول مره كنشارك معنا. اول مره وحنا ما كرهناش نستقبلوك بالحليب وبالتمر وبالزغاريت اخويا المهدي. ان شاء الله مرحبا. الله يحفظك. في كازا؟ انا ديما في كازا. انت ديما في كازا في الولفه قلتي بالضبط ياك؟ في الولفه بالضبط. بغيتي تجي مرحبا بك. الله يجي عندك الخير اخويا المهدي. شنو المدينه اللي عزيزه عليك؟ ما عنديش مدينه عزيزه عليا هنا في المغرب. انا المدن اللي عزيزه عليا عزيزه عليا برا هنايا. شنو المدينه اللي عزيزه لك برا؟ مدينه موسكو. موسكو ديال روسيا. ديال روسيا. موسكو ديال روسيا. وكازا ما عزيزاش عليك؟ شويه شويه ماشي شي حاجه. شويه ماشي شي حاجه. واخا شنو الهوايه ديالك اخويا المهدي؟ الهوايه ديالي هي كرة القدم. كرة القدم. انت ودادي ولا رجاوي؟ ودادي. ودادي. إذا عزيز عليك الأحمر. الأحمر هو اللي كاين في المغرب ما كاين حتى حاجة من غير الأحمر. أه وبارساوي ولا ريالي؟ ريالي. ما كاين على مدريد. كاين على مدريد وما كاين على الوداد. مدريد والوداد هما اللي كاينين في هذا العالم. آخر مرة لعبتي شي ماتش إمتى؟ البارح. وشحال خرجت النتيجة؟ خسرنا ب 10-0. خسرتوا ب 10-0. 10-0. كنتوا صايمين وقيلة ياك؟ كنا صايمين والله إلا كنا صايمين. برافو ليك اخويا المهدي. هي 10 نقاط اخرى. هي 20 نقطة دابا في ممنوعية. لا 10-0 بزاف اصاحبي. او كنتم مهلوكين واقيلا مسخسخين. والله راه الاخرين مولفين يلعبوا راه تيدورونا. شحال لعبتوا ميني فوت ولا كيفاش؟ ميني فوت. 5-5 ولا 7-7 ولا 5-5. باراديس لك تعرفها في عين الدير. باراديس. ماشي مشكل ماشي مشكل. حنا ماشي حنا المهم هو انكم لعبتوا ماتش وترينيتو وعركتوا. هذا هو الاهم. هذا هو النتيجه ماشي مشكل. النتيجه ماشي مشكل. يلا شنو تختار من بعد المنوعيه؟ لا شنو اللي كاين؟ باقي لك ثقافه عامه دين امثال شعبيه الغاز ولا تقلدني. وهادشي كامل غادي نكملو كلهم غادي ندوزهم. حنا ما كنوقفوا حتى شي واحد حتى كيخطا. فهمتي؟ واللي جاب اكبر عدد من النقاط في الاسبوع هو اللي كيفوز في نهايه الاسبوع. بحال دابا انت نديرو ثقافه عامه. نمشيو للثقافه العامه. نعطيوك سؤال في الثقافه العامه. يلا نعطيك شي سؤال يكون في المتناول. السؤال كيقول اخويا المهدي هذا نتمنى انك تجاوب عليه وحتى المشاهدين نتمنى انهم يتعاونوا معك في الاجوبه. السؤال كيقول جوج ديال الاعضاء جوج ديال الاعضاء في جسم الانسان كيبقاو يكبروا على مدى الحياه ما كيوقفوش. شنو هما جوج اعضاء؟ الشعر. الشعر. الشعر ماشي عضو. ماشي عضو. عضو في جسم الانسان. العضو في جسم الانسان. الشعر ماشي عضو. جوج ديال الاعضاء تيبقاو يكبروا. شحال من انسان كنشوفوا مثلا كبير في لاج وهذوك جوج اعضاء تيبانوا بلي انهم باقيين تيكبروا. كيبانوا كبار. المعلومه غابره عليك اخويا مهدي. هذا سؤال صعيب. نقولوا الظفر. ماشي الظفر. لا نقولوا ماشي الظفر. لا خذ مهله. يلا خذ مهله وسول معك شي حد باش يتعاون معك في الاجوبه وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف. احنا نشوفوا هذا السؤال هذا. ايه تحيه كبيره اللي معنا في اللايف. تحيه لعبد العالي كريمه بلال كريمه كذلك. برافو ليك كريمه. عندك جواب واحد صحيح. شكون هذا قال لنا جواد قال لنا العمر. العمر ماشي عضو في جسم الانسان. حنا كنقلبوا على عضو في جسم الانسان كيبقى يكبر على مدى الحياه. بزاف ديال الناس صعيب. والو والو ما لقيتي حتى زعما شي مساعده والو. جوج ديال الاعضاء في جسم الانسان كيبقاو يكبروا على مدى الحياه حتى كيتوفى الانسان. اعضاء جوج اعضاء. ما معك حتى شي واحد يتعاون معك؟ معايا العائله ديالي الاب ديالي والام ديالي والاخت. يلا سولهم ربما الوالد ديالك ما والو ما جاتهمش فراسهم. والو والو. الوالد هو اللي جاتو هذيك الفكره ديال الشعر والاظافر ساعه ما صحاحش. الشعر ماشي عضو في جسم الانسان والظفر حتى هو غنقول ماشي عضو في جسم الانسان. هذا عضو في جسم الانسان. على اي الا عطيتك الجواب اخويا مهدي غتقول لي والله الا بصح وحتى الوالد ديالك غيقول لي والله الا بصح. هذا سؤال بياج هذا. لا ماشي لا ماشي لغز. هذا سؤال في الثقافه العامه معروف. معروفين جوج اعضاء ما تيوقفوش في النمو ديالهم كيبقاو ينمو على طول الحياه. الطول والوزن. الطول والوزن. لا الطول بالعكس. الطول كيقل الانسان باش كيزيد في لاج كيبدا ينقص. اذا صافي انا ربحتيني. نقول اخر اختيار ديالي هو العظام.
لا ماشي العظام، لا العظام حتى هما يعني الانسان فاش تيكبر في السن كيبقى ينقص في في الطول ديالو. جوج ديال الاعضاء اخويا مهدي اللي كيبقاو يكبروا كيبقاو ينموا على طول الحياه حتى كيتوفى الانسان هما الاذن ديال الانسان والانف. الاذن والانف هذه معلومه جديده اللي ما كنتش عارفها. هاد جوج الاعضاء كيبقاو ينموا على طول الحياه ما كيتوقفوش. الانسان عنده واحد الفتره مثلا كيوصل 23 سنه كيوقف في النمو ديالو جميع اعضاء، ولكن هاد جوج اعضاء الاذن والانف كيبقاو ينمو على طول الحياه، غير هما كينمو شويه بشويه، داكشي ماشي بزاف غير شويه. هذه فكره جديده هذه درتها في عقلي بعدا كي. وهذا هو الهدف من البرنامج هو اننا نستافدوا. يلا قدم تحيه للعائله خويا مهدي. كنشكركم بزاف، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. ديالي والام ديالي الا بغى يشارك معنا الاب ديالك خويا المهدي، الا بغى يشارك معنا الاب ديالك ولا شي واحد في العائله دوزوا لينا. زرباني والله الا زرباني إيه؟ خارج وقفتو من يلا الله يسخر، يلا الله يوصلكم على خير. يلا ديالي بغى تشارك. شكون الاخ ديالي بغى؟ مرحبا مرحبا، يلا دوز علينا. مرحبا بكم، نقدم على واحد التحيه لكل الجماهير المغربيه وكنقول لهم مبروك عواشركم وكنشكركم على هذا البرنامج القيم هذا اللي درتو. الله يحفظك اخويا المهدي. نقدم تحيه كبيره للجمهور فريق الوداد البيضاء والعريق، ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا غادي يجيبوا معاهم الكاس ونحتفلوا كاملين مجموعين ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمنى خاصه للجمهور المغربي عامه ان شاء الله. الله يحفظك اخويا المهدي، وكنتمنوا ان الفريق الوداد البيضاوي يجيب لنا معاه اللقب ان شاء الله غدا. ان شاء الله ندوز لك الاخت ديالي. مرحبا، يلا شكرا بزاف. العفو العفو اخويا المهدي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ غيتا بولحيا. مرحبا لالا غيتا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. ياك ما غلبك رمضان لالا غيتا؟ لا لا بخير الحمد كلشي مزيان، هانيه صحيحتك لاباس؟ لاباس كلشي الحمد لله. مستعده للمسابقه؟ الله يبارك. نعم تنتقد عليك رمضان؟ لا والو. انا التعادل مع غيتا، انا كنتعادل انا ورمضان. ايوا الحمد لله. الله يبارك فيك. يلا مستعده للمسابقه؟ توكلوا على الله. ايه مستعده. يلا نعطيوك اختيارات سبعه المراحل لالا غيتا. ثقافه عامه، دين، رياضه، امثال الغاز، ولا تقل ديني، ولا ممنوعيه. لا شنو تختاري؟ يا الرياضه. الرياضه، ونتمنى من المهدي حتى هو يتعاون معاك. يلا يلا هذا سؤال سهل غيتا، تعطيوني خمسه د المدربين مغاربه في البطوله الوطنيه. خمسه د المدربين في البطوله الوطنيه. خمسه د المدربين مغاربه في البطوله الوطنيه. شكون؟ بن عبيشة. بن عبيشة معاش من فرقة بن عبيشة؟ ما كنضرش كيدرب دابا بن عبيشة. مع واتزم. مع واتزم بن عبيشة. اه. واحد. يلا زيد. شيبة. سعيد شيبة. مع الحسيمة جوج. برافو، زيد. يلا نزيد نساعدكم، أنا نقول لكم مثلا الزاكي مع جديدة ثلاثة. ثلاثة. اها. اها بقاو لكم جوج. يلا. مغاربة ولا أي فرقة؟ لا مغاربة، مغاربة في البطولة الوطنية. البطولة الوطنية. مغاربة. الركراكي. وليد الركراكي أربعة، يلا بقى لكم مدرب واحد، نقولوا شكون؟ هشام الدميعي. أي برافو ليه، ها هو 10 النقاط في الرياضة. برافو ليك المهدي، الله يعطيك الصحة. يلا شنو تختاري من بعد غيتا؟ لا. شنو تختاري من بعد الرياضه؟ باقي لك ثقافات، دين، امثال الغاز، تقل ديني، ممنوعيه. لا يلا شنو تختاري؟ الثقافه عامه ولا ممنوعيه؟ لا هو عندك تخلطي، عندك تغلطي فيها. راه مدير نسولك خصك تجاوبيني، ما تقوليش لي لا ولا اه ولا وي ولا صافي ان شاء الله ما نغلطش. يلا حاولي. يلا اسامه الله يرضي عليك، كرونو غنسولك لمده دقيقه صافي. صافي يلا اسامه الله يرضي عليك، كرونو 3 2 1 توب كرونو. لالا غيتا مرحبا بك معنا. الله يحفظك ترحب بك جنة. بارك الله فيك. اول مره كتشاركي معنا؟ اول مره. اول مره، وحنا ما كرهناش نستقبلوك بالحليب وبالزغاريت وبالتمر يا لالا غيتا. ان شاء الله. الله شحال اليوم في رمضان؟ 24. 24 ولا 23؟ بحال بحال. لا قولي واش 24 ولا 23؟ 24. 24 في رمضان. شنو اليوم؟ الخميس. الخميس متأكدة ياك؟ متأكدة. شنو الهواية ديالك غيتا؟ السباحة والغناء. السباحة والغناء، هادو جوج الهوايات اللي عندك. تقدري تغني لينا؟ ما كنعرفش. هو قلتي الهواية ديالك الغناء.
الغناء في الدار وكيمشي في الراديو. غير دندني لينا شي اغنيه مثلا كدندنيها ملي كتكوني مع ماماك في الكوزينه ولا بوحدك تتحفظي الكتوبه ولا شي حاجه. بلاتي نفكر. يلا هو ما تعطليش يلا الكرونو كيمشي. مجري قدامي 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 عطشان كويب. برافو عليك ودي يا غيت الله يعطيك الصحة وعلى هاد الأغنية هادي غادي نقيد لك 10 النقط. شكرا. يلا يا 20 نقطة على الما يجري قدامي. يلا يا 20 نقطة شنو تختاري من بعد؟ عاود تفكرني شنو كاين؟ باقي لك ثقافة عامة، باقي لك رياض الدين، باقي لك أمثال شعبية، ألغاز ولا تقلديني؟ ثقافة الدين، أمثال شعبية. ألغاز ألغاز واخا نعطيك شي لغز يكون في المتناول. يلا اللغز اللغز غيتا حاولي تركزي في هذا اللغز هذا. كيقول لك سبع بنات سبع بنات لكل بنت اخ لكل بنت اخ شحال هما في المجموع في العدد؟ سبع بنات سبع بنات اخوات سبع بنات اخوات لكل بنت اخ شحال هما؟ 14 بلاتي سولي مهدي. سولي المهدي ولا الاب ديال سبع بنات اخوات لكل بنت اخ. شنو شنو خاصني نجبد انا؟ كيفاش؟ شنو خاصني سبع بنات لكل بنت اخ؟ اه هي سبع بنات اخوات لكل بنت اخ شحال هما في المجموع في العدد كلهم؟ يلا سولي الوالد ولا المهدي. سبع بنات اخوات لكل بنت اخ سهل هذا اللغز. سبعة. كيف السبعة؟ احنا قلنا سبع بنات ياك؟ سبعة البنات خواتات وكل بنت عندها اخوها. اخوات. سبعة البنات خواتات وكل بنت عندها اخوها شحال هما في المجموع؟ اخوها. بخوتهم بكل شيء شحال؟ 14. 14 هو الجواب النهائي؟ لا انا عارفه مش 14. والو تا المهدي ما ساعدك لا مهدي لا الوالد ماشي 14. يلا خمسة أربعة 14 14 هو الجواب النهائي؟ ماشي 14 لالا غيتا الجواب خطأ. شحال؟ هما 8. علاش 8؟ حيت هما سبعة البنات خواتات وعندهم غير خوهم واحد كل وحدة كتقول خويا. فهمتي؟ سبع بنات أخوات لكل بنت أخ هما عندهم غير خوهم واحد. الصحة. فهمتي؟ فهمت. يلا قدمي تحية ديالك لالا غيتا وشكرا لك على المشاركة. يلا كنقدم تحية للعائلة ديالي وصحابي وتحية كبيرة لكل المشاهدين. نوفق الوداد غدا إن شاء الله. إن شاء الله. من تونس إن شاء الله. إن شاء الله. أخويا بغى يدير تحية ومبروك عليكم رمضان ومبروك عليكم. الله يبارك فيك. شكرا لك لالا غيتا تحياتي أمسية سعيدة. واخا ندير آخر تحية. مرحبا يلا تفضل أخويا مهدي بسرعة يلا. حبا كنعطي التحية بالخصوص لواحد الراجل اللي هو اللي معايا من الصغر وكل شيء عادي الرزوقي اللي كنمثل ليه جميع الاحترام راهو في مثابة الأخ ومثابة الأب اللي رغم قديما نبغيه واخا راه واخا ندير 80 عام 100 عام واخا نموت راه غيبقى ديما في القلب. بارك الله فيك شكرا لك المهدي تحية كبيرة لك. تحية الله يبارك فيك أمسية سعيدة شكرا لك أخويا مهدي عواشر مبروكة بالصحة والسلامة أنت والأسرة الكريمة وتحية كبيرة لكل المشاهدين من مدينة الدار البيضاء وبالضبط بالولفة تحية كبيرة لكم مجموعة ديال المشاهدين عطاونا قالوا لنا 8 صحيح محمد قال لنا 8 إيمان قالت لنا 14 ماشي 14 ايمن قال لنا 8 ريان قال لنا 8 ادم قال لنا 8 برافو لكم مجموعه ديال الناس عطاونا اجوبه صحيحه يلا نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اخويا. اهلا وسهلا بارك الله فيك اخويا غير نقص من اللايف وخليك معنا في الهاتف. مرحبا اخويا. الله يبارك فيك الاسم الكريم. غزالي هشام. مرحبا اخويا هشام لاباس عليك. الله يكبر بك حبيبي. من مدينة خويا هشام؟ من مدينة؟ مدينة سلا خويا. من سلا تحية لك وتحية لكل مشاهدينا بمدينة سلا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا هشام. فين بزاف اخويا. الله يبارك فيك فين حي في سلا بالضبط؟ أنا في جزيئات المستقبل. جزيئات المستقبل تحية لكل المشاهدين. قريب قرب كارفور. تحية لكل المشاهدين بجزيئات المستقبل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك خويا هشام. يلا مستعد المسابقة توكلوا على الله.
مرحبا سيدي مرحبا. يلا سبعة المراحل اخويا هشام، ثقافة عامة، الدين، الرياضة، امثال الغاز، ولا تقلدني ولا ممنوعية. لا عطينا اخويا الرياضة، نمشيو للرياضة. الله يسخر. واخا نعطيوك شي سؤال في الرياضة يكون سؤال سهل، شي سؤال يكون زعما في المتناول اصاحبي، يكون صعيب شوية. لا يكون زعما ساهل، راك تسمى زعما الهواشر هذه الاواخر تبدا. واخا يلا نعطيك سؤال ونحاول نساعدك فيها خويا هشام. صافي مرحبا. يلا السؤال كيقول اشمن سنة تأسس الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟ اشمن سنة تأسس الاتحاد الافريقي لكرة القدم؟ ما كاينش احتمالات؟ بغيتي نعطيك احتمالات؟ نعطيك احتمالات، غير هو كيبقى الحق عندك بجواب واحد، وإلا جاوبتي عليه، إلا جاوبتي عليه خطأ عندك الحق تخطأ في هذا السؤال هذا، لأنه سؤال أول في السؤال الأول في المسابقة، عندك الحق تخطأ ونمشيو لسؤال آخر. مرحبا. نعطيك اختيارات؟ مرحبا. واخا، أش من سنة تأسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ واش 1955، 1957، 1959؟ 55، 57، 59. خذ مهله قصيره خويا هشام، وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره اللي معنا في اللايف، برافو لكم وشكرا لكم على المشاركه ديالكم معنا، وتبارك الله عليكم اللي كتعطيونا دي كومونتير. تحيه للاخ عبد الناجي، شكرا لك ابو ياسين، عبد الناجي ابو ياسين، تبارك الله عليك. الاخ صالح بارك، تحيه كبيره لك اخويا عبد الناجي، بارك الله فيك. نعم الجواب ديالك اخويا هشام 58. قلنا لا، قلنا 55، 57، 59. 55، 57، 59، ثلاثة الاختيارات اللي عطيتك. نعطيك 59. 59 هو الجواب ديالك النهائي؟ لا لا ماشي النهائي. ماشي النهائي. هذا هو اختيارات صحيح. وشنو هو الجواب النهائي؟ 55. نقولوا شوفوا شوفوا نقول الأول 55. 55 ولا 59؟ لا 55. 55 وقلتي 55 و 59. آه. وخليتي الجواب الصحيح هو الوسطاني. الله أكبر. هو 57، 1957 تأسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ماشي مشكل، عندك الحق في سؤال آخر أخويا هشام. مرحبا. هذا غير السؤال الأول، ماشي مشكل، عندك الحق تخطأ فيه. يلا عندك شوية مع، عندك شوية مع البطولة الوطنية أخويا هشام؟ شوية كاين شوية الله يهديك. يلا أعطيني خمسة ديال النوادي في البطولة الوطنية في القسم الثاني. كاين الجمعية السلوية. واحد. كاين الراك. جوج. الراسينغ البيضاوي. كاين شباب مسيرة. ثلاثة. كاين سيدي قاسم. شكون؟ سيدي قاسم. سيدي قاسم ما كنظنش كاينه في القسم التالي، كنظن واقيلا في الهوات. كاين خنيفرة. خنيفرة برافو، ها هما أربعة. وكاين تمارة. تمارة. وكاينه تمارة، برافو ليك، ها هما خمسة. يلا هاي 10 نقاط في الرياضة خويا هشام، يلا شنو تختار من بعد الرياضة؟ الثقافة العامة. الثقافة العامة، نعطيك سؤال في الثقافة العامة. مرحبا. ونتمنى أنك تجاوب عليها خويا هشام. مرحبا. يلا سؤال كيقول خويا هشام، ونعطيك اختيارات كذلك في هذا السؤال. سؤال كيقول ما هي العاصمة العربية التي يطلق عليها لقب الفيحاء؟ الفيحاء. ما هي العاصمة الفيحاء؟ ما هي العاصمة العربية التي يطلق عليها لقب الفيحاء؟ نعطيك اختيارات ولا عندك الجواب اخويا هشام؟ ممكن تعطيني اختيارات. واخا نعطيوك اختيارات. ما هي العاصمة العربية التي يطلق عليها لقب الفيحاء؟ واش هي دمشق ديال سوريا، ولا بغداد ديال العراق، ولا القدس ديال فلسطين؟ دمشق، بغداد، القدس، ثلاثة الاختيارات. نتمنى انك تركز اخويا هشام وتعطيني جواب، لان الا عطيتيني جواب خطا غادي نحبسوا المسابقه، لان هذا ماشي السؤال الاول. متفقين؟ مرحبا. اييه دمشق ولا بغداد؟ دمشق ولا بغداد ولا القدس؟ خد مهله الا بغيتي، خد مهله قصيره. غنقول غادي نقول دمشق. دمشق الجواب ديالك نهائي؟ يلا جواب نهائي وجوابك صحيح. نهائي. يلا جوابك صحيح اخويا هشام، هو دمشق. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، دمشق عاصمة سوريا. يلا ها هي 20 نقطة عندك في الثقافة العامة، اشنو تختار من بعد؟ باقي لك الدين، أمثال الشعبية، الغاز، ولا نعم؟ نقولوا الدين. نمشيو لأسئلة في الدين، يلا نعطيوك شي سؤال ديني يكون في المتناول. مرحبا مرحبا. يلا يلا سي خويا هشام كتسمعني؟ كنسمعك حبيبي. يلا اعطيني خمسه ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل، يكون فيهم انبياء
الانبياء والرسل يكون فيهم حرف الدال بحال محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو بمحمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم واحد. داوود جوج. زيد. ابونا ابونا هشام. ابونا الحق لا بلا سلام. ابونا 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 اش ابونا ابونا ادم ابونا ادم هما ثلاثه. زيد قولك جوج. قلنا محمد صلى الله عليه وسلم، داوود، ادم و... يلا قولك جوج هما اللي بقاو. هشام ارخف عليا شويه يا الله واخا خذ خذ ولا نحيي كاع اللي معنا في اللايف. زكريا قال لنا دمشق. سمحوا لنا الاخوان اللي في اللايف سمحوا لنا بزاف. لا ماشي مشكل. يلا تحيه لكل المشاهدين اللي معنا في اللايف. قالوا لنا ادم 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 قلنا ادم قلنا قلنا ادم قلنا محمد قلنا داوود بقاو لك جوج. كتنقل من اللايف واقعين انت. لا 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 والله اخويا ما كنقل من اللايف بالله. يلاه واخا يلاه حاول يلاه. انا نحيي كاع اللي معنا في اللايف. زكريا قال لنا دمشق جوابك صحيح، هي عاصمه الفيحاء. يطلق عليها لقب الفيحاء. الياس دمشق برافو ليك. تحيه كبيره اللي معنا في اللايف. تحيه لشيماء. تحيه لمحمد جواد. شكون هذا؟ اكرام تحيه كبيره ليك. بوبكر تحيه كبيره ليك. كاين ادريس. ادريس كاين ادريس كاين. يلاه هما اربعه بقى لك واحد. يلاه غنحسب لك على خمسه خويا هشام. مرحبا. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. هشام ما عرفتيش؟ محمود. لا محمود لا ما كاينش محمود. لا صافي ما كاينش محمود. سهل سهل. هو هود. هود هود هود. المهم ليسونسيال هي الحمد لله هي المشاركة والاستفادة. الحمد لله. الله يحفظك. لا يخطيك. وسمحوا لنا اخويا عبد الرحمن. لا ما كاينش مشكل. لأول مرة والقسما بالله دابا في العمر ديالي أنا 38 سنة لأول مرة في حياتي كنشارك شي حاجة في اللايف. طول عمرك اخويا هشام وشكرا لك والشرف لنا أنك دوز معنا وشكرا لك بزاف. تحية كبيرة لك. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. تحية. أمسية سعيدة. عواشر مبروك اخويا. بارك الله فيك. شكرا شكرا. أمسية سعيدة خويا هشام. تحية كبيرة ليك وشكرا ليك. ملي كتسمع بحال هذا الكلام تيقول لك هشام في عمره 38 سنة بطولة عمرك وأول مرة كيشارك معاه شي برنامج يعني تلفزيوني ولا إذاعي ولا إلكتروني، هذا كيتلج الصدر. شكرا لك بزاف أخويا هشام وتحية كبيرة ليك ومرحبا بك في أي وقت. تواصل مع قناة شوف تيفي في جميع برامج ديالها وتواصل مع برنامج ربح مع شوف تيفي في أي وقت. مرحبا بك في كل حلقة وشكرا لك بزاف. عواشر مبروكة مسعودة. نخدم مكالمة أخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا ومرحبا. الاسم كريم. انس. انس. اييه. مرحبا خويا انس. من مدينة؟ من قنيطرة. تحية لك وتحية للناس ديال قنيطرة خويا انس. لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يحفظك. كي داير الجو عندكم في قنيطرة؟ وكاين الصاد اخويا. اي والله يلطف بينا. الله يلطف بينا. اييه اخويا. ياك ما غلبك الصيام والحرارة وداك الشيء خويا انس. شوية ما حسيتش. شوية. شوية. ضروري. ما بقى والو ما بقى والو. مسكين رمضان ويمشي. اي داكشي. يلا بستعد المسابقه خويا انس. اي مرحبا. مرحبا. نعطيوك اختيارات سبعه المراحل خويا انس. ثقافه عامه، دين، رياضه، امثال الغاز ولا تقلدني ولا ممنوعيه. لا واخا. نعاودك اختيارات؟ لا عارفهم اذا كان بالكم. تفضل باش باش تبدا. اشنو باش تبدا خويا انس؟ نبداو ثقافة عامة، دين، رياضة، أمثال الغاز، تقلدني ولا ممنوعية. لا. نديرو ثقافة عامة. ثقافة عامة. يلا نمشيو لسؤال في الثقافة العامة ونشوفوا شي سؤال يكون ساهل ياك أخويا أنس. ضروري. يلا بدينا. يلا مرحبا. يلا غتعطيني خمسة الأسماء ديال الرجال أخويا أنس يكون فيهم حرف النون بحال أنس. أنس واحد. أنس واحد. زيد. يونس جوج. نور الدين. نور الدين ثلاثة. نبيل. نبيل أربعة. ونقولوا شكون؟ لا. من؟ نقولوا مثلا نقولوا قلنا نور الدين ياك. قلنا نور الدين، قلنا أنس، قلنا نبيل ياك. نقولوا صلاح الدين. ولا نقولوا ياسين. ياسين. ولا نقولوا سفيان. ولا سفيان.
مجموعه بزاف مجموعه الاسماء اللي فيهم حرف النون. يلا هيا 10 نقاط اخويا انس، شنو تختار من بعد؟ أيوه. شنو تختار؟ باقي لك الدين، الرياضه، امثال الغاز، تقلدني ولا ممنوع يهلا. كاين انوار، كاين نور الدين، كاين مجموعه ديال الناس كيعطيونا اجوبه. قال لنا انس، انوار، يونس، نبيل، نور الدين. برافو لك جواد، كذلك عبد العالي قال لنا انس، يونس، نبيل، نزار. برافو لك نور الدين، حسن، زكريا قال لنا حسن. تحيه كبيره لكم انتم اللي كتعطيونا دي كومونتير. يلا شنو تختار اخويا انس؟ نختاروا الرياضه. مشيو الاسئله في الرياضه، يلا نعطيوك شي سؤال في الرياضه ونتمنى انك تجاوب عليها اخويا انس. ان شاء الله ان شاء الله. يلا سؤال، شي سؤال يكون سهل. سؤال كيقول اخويا انس، ايه شحال من مره فاز المنتخب الارجنتيني بكاس العالم لكره القدم؟ شحال من مره فاز المنتخب الارجنتيني بكاس العالم؟ واضح السؤال، شحال من مره فاز المنتخب؟ اختيارات. بغيتي نعطيك اختيارات؟ نعطيهم لك، غير هو كيبقى عندك الحق في جواب واحد. الا الا بغيتي الا بقى السؤال مفتوح بحال ما هكا وخا تعطينا جواب خطا نقولوا ماشي مشكل، تقدر تعطينا جواب اخر. واخا اش بالك؟ دابا نعطيك اختيارات ولا نخليك شويه الوقت؟ ندير اختيارات. نعطيك اختيارات؟ اه مرحبا، يلا نعطيوك اختيارات. شحال من مره فاز المنتخب الارجنتيني بكاس العالم؟ واش جوج مرات ولا ثلاثه المرات ولا اربعه المرات؟ جوج مرات، ثلاثه المرات، اربعه المرات. خذ مولا قصير اخويا انس ونتمنى انك تعطيني الجواب الصحيح. وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره اللي معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف، انتم اللي كتعطيونا دي كومونتير وكتفاعلوا مع البرنامج، تحيه كبيره لكم وشكرا لكم. نديرو جوج ديال المرات. جوج المرات الجواب ديالك نهائي؟ الجواب ديال نهائي. متاكد ولا غير ضربه حظ زعما؟ لا، عطا لي واحد الصديق معايا. ما نقلتيهاش من اللايف؟ لا، انا كاين انا واحد الصديق هو اللي كيعاوني. اذا الجواب ديالك نهائي هو جوج مرات. جوج ديال المرات وجوابك صحيح. محسك. وها هي 20 نقطة اخويا انس. هذا الجواب ديال الصديق ديالي اللي صحيح. الاسم ديالو؟ الاسم ديالو؟ اسم ياسر. ياسر، ياسر. ياك ياسر ولا ياسين؟ ياسر ياسر. تحية للأخ ياسر وبرافو ليك. جوج ديال المرات فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم. وفاز به في 1978 و 1986. اي يلا ها هما 20 نقطة، شنو تختار من بعد الرياضة؟ شنو باقي لنا؟ باقي لك الدين ولا أمثال شعبية ولا الغاز ولا تقلدني؟ أربعة المراحل شنو تختار؟ الدين، نديرو الدين. ولا ممنوع يلا، خمسة المراحل، يلا قلتي الدين. الدين. يلا مشيو الأسئلة في الدين. يلا نعطيوك شي سؤال ديني يكون في المتناول اخويا انس. ضروري ضروري ضروري، كلشي في المتناول ياك. مازاليني في البدايه دابا. كيفاش؟ باقي في البدايه ديال المسابقه. مرحبا مرحبا، يلا نحاول نعطيك شي سؤال يكون في المتناول. سؤال كيقول اخويا انس، كم دامت خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ كم دامت خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ شحال زعما يعني شحال من سنه دوز في الخلافه ديالو عثمان بن عفان؟ من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اي من الخلفاء الراشدين، معروفين هما الخلفاء الراشدين اربعه، هو واحد منهم عثمان، هو اخرهم، علي هو اخرهم، عثمان هو ثالث خلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عاد جاء عثمان، وكان علي بن ابي طالب. شحال دامت الخلافه ديال عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يلا خذ مهله وسول صديق ديالك ربما يفيدك في الجواب هو كذلك. وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره اللي كيشاهدوا معنا البرنامج وشكرا لكم بزاف بزاف. انتم مباشره معنا في برنامج رباح مع شوف تي في مباشره من استوديوهات قناتكم شوف تي في. نديرو 12 سنه اخويا. الجواب ديالك نهائي هو؟ نهائي هو 12 سنه. هو 12 سنه. وجوابك صحيح، برافو ليك. ها هي 30 نقطة في الدين. الله يحفظك. الله يبارك فيك. تحية للصديق ديالك، هو اللي عطاك الجواب ولا كان من عندك؟ لا، هو حيت هو داير الدراسات الإسلامية في لافاك. تحية ليه ونتمنوا ليه التوفيق إن شاء الله في الدراسة ديالو إن شاء الله. إن شاء الله. 12 سنة دامت الخلافة ديال عثمان بن عفان، جواب صحيح.
يلا شنو تختار بعد دينا اخويا انس؟ نو مازال مازال لك امثال والغاز ولا تقلدني ولا ممنوع يهلا اربعه المراحل. يلا شنو تختار؟ نقلدك. تقلدني؟ اها واخا يلا نعطيك الجمله وتعاودها بالزربه ثلاثه المرات صافي؟ واخا يلا غتقول لي يا خويا انس شلخه شلخه خبشات حنك مش شلخه خبشات حنك مش شلخه حنك شلخه 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 خبشات حنك مش شلخه حنكات خبشات شلخه خبشات حنك مش شلخه خبشات حنك مش شلخه خبشات حنك مش برافو ليك هي 40 نقطة شلخة خبشات حنك مش 40 نقطة الله يعطيك الصحة يلا أنت قلدتيني شنو تختار من بعد؟ بقي لك أمثال والغاز ولا ممنوع يلا الغاز الغاز واخا نعطيوك شي لغز يكون في المتناول يلا اللغز كيقول خويا أنس حاول تركز معايا في هذا اللغز هذا واخا اسمع مني كان في عمري أنايا حاول تركز هذا اللغز زوين غيعجبك وحاول تركز معاه صافي واخا يلا اللغز كيقول اخويا انس مني كان في عمري انا 6 سنين ياك مركز معايا مني كان في عمري انا 6 سنين كان عندي خويا في عمره نصف العمر ديالي اها متفقين دابا واضح اه مني كان انا عندي 6 سنين الاخ ديالي كان عنده نصف العمر ديالي منين درت انا 20 سنه شحال ولات في العمر ديال الاخ ديالي مني كان انا عندي 6 سنين كان الاخ ديالي عنده نصف العمر ديالي مني كان انا مني ولا عندي 20 سنه شحال كان في العمر ديال الاخ ديالي يلا خذ مهله قصيره وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف هشام قال لنا 12 سنه ديال الخلافه برافو ليك اخويا هشام جوابك صحيح عثمان بن عفان تعاود لي السؤال هذا اللغز ماشي سؤال مني كان انا في العمر ديالي 6 سنين الاخ ديالي كان في عمره نصف العمر ديالي نصف العمر ديالي فهمتي منين وليت انا عندي في عمري 20 سنه شحال ولا في العمر الاخ ديالي يا الله خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد أنس 16 سنة ماشي 16 سنة وتعطلتي في الجواب وماشي 16 سنة عاود عاود حسب بلاتي انا نوضح لك الامور ملي كان انا عندي 6 سنين الاخ ديالي عنده نصف العمر ديالي شحال عنده هو 3 سنين منين درت انا 20 سنة شحال ولا هو في العمر ديالو نقص 3 سنين ناقص 17 سنة هذا هو الجواب الصحيح 17 ماشي 16 أيه. يعني كتبقى بيني وبينه ديما ديك 3 سنين مع التركيز ما ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل تحية كبيرة لك اخويا انس الله يحفظك يلا شكرا لك على المشاركة ديالك أمسية سعيدة تحياتي أمسية سعيدة الأخ أنس شكرا لك وتحية للصديق ديالك اللي كيتعاون معاك في الأجوبة شكرا لك وحنا حنا مشاهدينا مازالين سهراني معكم في برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من استوديوهات قناه شوف تي في هذه 11:33 دقيقه قد قد مباشره من استوديوهات قناتكم شوف تي في واليوم 30 ماي 2019 موافق ل 24 رمضان 1440 وتحيه للطاقم كامل ديال قناه شوف تي في وكنقول لهم عواجركم مبروكه مسعوده نمشيو ناخذوا مكالمه اخرى ما نخليوهاش تسنى تحيه لاسامه كيقول لي راه 11 ونص دابا بصح تحيه كبيره لك اسامه يلا ناخذوا مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الاسم الكريم محمد بن علي مرحبا اخويا محمد مين مدينه اخويا محمد بني ملال يا غادي لبني ملال يا الغادي لبني ملال وديرني في البال هكاك عواشرك مبروكه الله يبارك فيك اودي اخويا محمد انت بخير اول مشاركه في العواشر اول مشاركه في العواشر وتحيه كبيره لك وعواشر مبروكه مسعود اخويا محمد الله يبارك فيك الله يبارك فيك وتحيه لك وعواشرك مبروكه والطاقم بارك الله فيك اودي السي محمد مستعد المسابقه نتوكلوا على الله نتوكلوا على الله اودي اخي يلا نعطيوك اختيارات ثقافه عامه الدين رياضه امثال شعبيه الغاز ولا تقلدني ولا ممنوع يهلا نمشيو للثقافة الثقافة العامة يلا نعطيوك شي سؤال في الثقافة العامة يكون سهل ودي سي محمد ياك ان شاء الله يلا عطيني خمسة المدن المغربية
يكون فيهم حرف الميم بحال بني ملال. بني ملال واحد. بني ملال واحد. مراكش جوج. مكناس ثلاثة. قلميم قلميم أربعة. زيد بعد من اللايف، بعد من اللايف راك اسمع الروتور كيرجع لينا. نختصر واخا مرحبا. يلاه مرحبا. قلنا بني ملال، قلنا مراكش، قلنا مكناس، قلنا قلميم. مكناس الخميسات وقلميم. زيد بقات لك مدينة. الخميسات. والخميسات الله يعطيك الصحة. ها هي تبارك الله. ولا بولمان. ولا بولمان أيه. يلاه هي 10 نقاط. يلاه شنو تختار من بعدها سي محمد؟ نبقاو في ثقافة عامة ولا خاصني نختار شي؟ عندك سؤال في كل مرحلة. باقي لك كل مرحلة. أي مازال كنسمع الروتور كيرجع لي عندي خويا محمد. واخا مرحبا ودابا. المهم غير نقص من اللايف، إلا كان حداك اللايف التليفون اللي فيه اللايف نقص منه، وغير نقص ليه الصوت وخليك معاه. واخا. مجموعة ديال الناس قالوا لينا بني ملال، مراكش، مكناس، مرير، تخميزات. برافو لك هشام. إيمين تانوت برافو لك عبد العالي، تحية كبيرة لك. منارة شيماء قالت لنا منارة برافو لك. يلا سي محمد شنو تختار؟ باقي لك، باقي لك الدين، الرياضة، أمثال ألغاز تقلدني، ولا ممنوعية؟ لا نمشيو للدين. نمشيو الأسئلة في الدين. يلا نعطيوك شي سؤال ديني ويكون في المتناول إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نشوف لك شي سؤال مزيان ياك سي محمد. ايوا شفنا شي سؤال مع العواشر دابا اول مشاركه راك عارف. يلا واخا. يلا هذا سؤال سهل اودي سي محمد. نتمنى ويكون في المتناول ان شاء الله. هذا سهل وغنعطيك اختيارات صافي؟ ان شاء الله. يلا السؤال كيقول سي محمد سورة الفلق ياك معروفة. سورة الفلق. اييه. سورة الفلق واش مكية ولا مدنية؟ واش مكية ولا مدنية؟ خذ مهلة. عندك جوج اختيارات. مكية ولا مدنية؟ إلا حداك شي واحد من الأصدقاء سولو باش يتعاون معاك في الجواب. سورة الفلق واش؟ نسولوهم، كاين واحد جوج أصدقاء نسولوهم. يسولوهم قول لهم سورة الفلق واش مكية ولا مدنية؟ يلا ونحيي كاع اللي معنا في اللايف. يونس نزار قال لنا مراكش. شنو هادي؟ مراشك. مراكش، مكناس، قلميم، خميسات، بولمان. برافو ليك يونس. صفاء قالت لنا ايمو الزار برافو ليك. تحيه لك الاخ عبد العالي برافو ليك، شكرا لك على المشاركه ديالك. تحيه للاخت خديجه، الاخت صفاء، منصيف كذلك، مهدي، خويا صلاح ما توصلتش ما اتصلتش بيا. راغي كيكون الخط عامر اخويا مهدي. مرحبا والف مرحبا. راغي كيكون الخط عامر عاود اتصل بينا. مرحبا بك كذلك. شيماء قالت لنا شنو هادي؟ واقيلا مكناس بغات تقصد. برافو ليك برافو ليك، جوابك صحيح شيماء. يلا سي محمد واش مكيه ولا مدنيه سورة الفلق؟ و نديرو ما عرفتهاش بالضبط، ولكن غادي نقول ضربات حظ وصافي نشوف. مصاب ما تزقلهاش اودي سي محمد. شنو نستمروا معاك مصاب؟ تعطينا الجواب الصحيح يا ربي، تعطينا الجواب الصحيح يا ربي امين. يا ربي امين. يا الله مكيه ولا مدنيه؟ نقولوا مكية. مكية هذا هو الجواب ديالك؟ جواب نهائي. جوابك نهائي وجوابك صحيح. مكية سورة الفلق. بارك الله فيك. سورة الفلق مكية أم مدنية؟ مكية، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وعدد الآيات ديالها 5 الآيات. يلا دابا دزنا الدين شنو تختار سي محمد؟ نعم شنو تختار من بعد الدين؟ دزنا ثقافة عامة والدين، باقي لك الرياضة، أمثال ألغاز تقلدني ولا ممنوعية؟ لا نمشيو للالغاز تحت رغبات الاخوه اللي معنا. مرحبا. يلا نعطيوك شي لغز يكون في المتناول. يلا هذا لغز زوين سي محمد، كتسمعني؟ اي كنسمعك. يلا ونتمنى من الاصدقاء حتى هما يتعاونوا معاك. اللغز كيقول، اللغز كيقول، حاول تركز. اللغز كيقول كاين اب وولدو وكاين اب وولدو، ياك؟ اييه. كاين اب وولدو واب وولدو مشاو يصيدوا الحجل، ياك؟ اييه. مشاو يصيدوا الحجل، كل واحد صيد حجله. اييه. منين جاو يحسبوا العدد لقاو غير 3 ديال الحجلات. اييه. ايوا كيفاش الحل؟ هما كاين الاب وولدو وكاين اب وولدو، وكل واحد يوم صيد حجله، منين جاو يحسبوا شحال عدد الحجلات لقاو غير 3، كيفاش هاد القضيه؟
يعني كاين الاب اها وكاين الجد وكاين ولد ولد الولد يعني هما ثلاثه هما ثلاثه يعني الاب ولده والاب ولده اييه لا بغينا لا بغينا نقولوا الاب هي والجد والجد والابن والحفيد والابن والحفيد فوالا يلا ها هو جوابك صحيح برافو ليك 30 نقطه واش انت اللي جاوبتي ولا عطاك شي واحد هذا الجواب هذه راه عرفناها انا والاخوان يعني سهله 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 ياك يلا من بعد كانت في المتناول يلا هي 30 نقطه دابا في الالغاز شنو تختار من بعد سي محمد شنو مازال مازالك الرياضه والامثال الشعبيه ولا تقلدني ولا ممنوع ايه لا ممنوعيه لا ما عنديش يلا اللي بغيت برافو ليك خديجه قالت لنا الاب والابن والجد برافو ليك الجد والاب والحفيد برافو ليك ساره الجد والاب والحفيد برافو ليك شكون هذا دار الغزلان نمشيو نقلدوك سي صالح تقلدني اودي سي محمد نمشيو نقلدوك مرحبا يلا مرحبا نعطيك شي وحده سهله ولا صعيبه شويه ايوا شويه شويه وصافي شويه يلا غتقول لي يا ودي السي سي محمد هاد المستعصيه لسانيه شحال هادي ما قلناهاش يلا غتقول لي كفته كبده قطبان كفته كبده قطبان ثلاثه المرات كفته كفته كبده قطبان ثلاثه المرات اي قطبان كفته كبده قطبان كفته كبده قطبان كفته كبده قطبان برافو ليك اودي سي محمد الله يعطيك الصحه ياك هذه ما صعيبهش ياك ما بغيتش نعطيك ما بغيتش نعطيك شي وحده صعيبه شي شويه لا 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 تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يحفظك يلا قولي قولي هذه سي محمد غتقول لي مش خبش في خشبه ومشى سميتها مش خبش في خشبه ومشى مش خبش في خشبه ومشى خبشه ومشى خشبه مش خبش خبشة ومشى مش خبش خبشة خبشة ومشى لا ماشي هكاك مش خبش خشبة خشبة مش خبش في خشبة ومشى مش خبش في خشبة ومشى خشبة ومشى نعاودها ثلاثة المرات لا هادي غير في إطار الضحكة نمشيو لمرحلة أخرى دوزنا سؤال واحد مرحبا دوزنا مش خبش خبشة ومشى مش خبش خبشة ومشى مش خبش خبشة لا ماشي هكاك لا مش خبش في خشبة ومشى بغيتي يضحكوا الناس علينا دابا سي صالح لا حنا كنضحك لا ماشي حنا كنضحكوا جميع سي محمد لا حاشا واش يضحك عليك طبيعة الحال حاشا واش يضحك عليك شي واحد حنا كنضحكوا مجموعين كاملين اودي سي محمد في اطار الضحك هادشي اللي كاين في اطار المستملحات وصافي يلا شنو تختار من بعد دابا اي عندك 40 نقطة باقي لك الرياضة ولا الأمثال ولا ممنوعية لا شنو تختار الرياضة ولا أمثال ولا ممنوعية لا نمشيو للرياضة نمشيو للرياضة يلا نعطيوك شي سؤال في الرياضة يكون في المتناول إن شاء الله إن شاء الله يلا سؤال كيقول سي محمد شحال من مرة فاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم شحال من مرة فاز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم شحال من مرة خذ مهلة وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف سارة قالت لنا يعطيك الصحة تحية كبيرة ليك وشكرا ليك لالا خديجة شكون هذا اللي قال لنا كفتة كبدة قطبان عثمان وقيلة تحية كبيرة لكم وشكرا لكم بزاف انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير يلا سي محمد السلام عليكم نعم يلا قلنا المنتخب الفرنسي شحال من مرة فاز بكأس العالم ما عنديش الحق في الاختيارات سي صالح اذا كان ممكن الا بغيتي نعطيك اختيارات نعطيهم لك غير هو كيبقى عندك الحق في جواب واحد بطبيعة الحال اذا كان ممكن تعطيني الاختيارات نعطيك اختيار هي ماشي مشكل نعطيك اختيارات سي محمد ما كاينش مشكل شحال مره فاز المنتخب الفرنسي بكاس العالم واش جوج مرات ولا ثلاثه المرات ولا اربعه المرات جوج مرات ثلاثه المرات ولا اربعه المرات خذ مهله وخذ مهله قصيره ونتمنى انك تعطينا الجواب الصحيح شحال مرة فاز المنتخب الوطني الفرنسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم وانا نحيو كاع اللي معنا في اللايف تحية كبيرة لكم ونذكركم مشاهدين انتم معنا مباشرة من برنامج رباح مع شوف تيفي مباشرة من استوديوهات قناة شوف تيفي عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير
يلا سي محمد خمسة أربعة ثلاثة جوج نقولوا جوج الله جوج مرات الجواب ديالك نهائي والجواب نهائي ولا جوج نقولوا جوج الجواب نهائي جوج مرات أيه على بركة جوابك صحيح برافو ليك جوج مرات برافو ليك جوج مرات ضربت حظ وش من السنوات الأعوام اللي خاد فيهم كأس العالم معروفين ربما كان 2018 بعدا زيد 2018 و98 98 هي اللي كاينه فاش تنظم فرنسا 98 و18 و 18 جوج مرات اللي عنده المنتخب الفرنسي كأس العالم يلا ها هي 50 نقطة سي محمد بقات لك دابا بقاو لك أمثال شعبية ولا ممنوعيه لا نمشيو للممنوعيه لا ممنوعيه لا غنسولك لمدة دقيقة حاول ما تعطلش في الأجوبة صافي مرحبا ومدة دقيقة 60 ثانية وما تقولش لي لا ما تقولش اه ما تقولش وي ما تقولش نو ما تقولش نعم متفقين متفقين يلا على بركة الله 3 جوج 1 أسامة كرونو الله يرضي عليك 3 جوج 1 توب كرونو سي محمد مرحبا بك معنا مرحبا بك الجنة الله يبارك فيك انت من بني ملال من بني ملال اول مرة كتشارك معنا ثالث مرة هذه ثالث مرة وانت كتشارك معنا ثالث مرة والأولى في, في 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 رمضان في رمضان تقدر تقول لنا شحال في عمرك إلا بغيتي ما بغيتيش ماشي مشكل نقول لك يلا قول لنا شحال في العمر ديالك 27 سنة 27 سنة بطولة عمرك أودي سي محمد شمن شهر دزتي الله يبارك فيك شهر واحد شهر واحد وبطولة عمرك أودي سي محمد شنو الهواية ديالك الله يبارك فيك الهواية كرة القدم و تخييم وكرة القدم والسباحة انت السباحة عزيزة عليك تهي من الهواية ديالك لا هي عزيزة علي السباحة انت ودادي ولا رجاوي ودادي عزيزة عليك الوداد عزيزة وبرسا ولا ريالي شوية كان من البرسا شوية البرسا وشوية الوداد شوية البرسا وشوية الوداد شنو المدينة اللي عزيزة عليك عزيزة علي المدن الشمالية المدن الشمالية كاملة تقريبا طنجة تطوان العريش ياك الشاون مارتيل فنيدق المضيق وطنجة العريش واش من اللون اللي عزيز عليك الكولور اللي عزيز عليك الخضر وانت ودادي وعزيز عليك الخضر الودادي وكيعجبني الخضر كيعجبك اللون الخضر برافو ليك اودي اسمو بارك الله عليك الله يعطيك الصحة الله يلا تبارك الله عليك حتى انت يا هيا سي عييت انا نعضي معاك بقيتي مركزة مزير وانا ضهور يلا هي 60 نقطة في ممنوعية لا دابا بقات لك مرحلة واحدة اللي هي أمثال الشعبية هي اللي بقات ياك هي اللي بقات واقيلا ما عندكش مع الأمثال بنتي ليا واقيلا سي محمد ياك ما عنديش معاهم وراك تعقلها لا حيت ملي ما اختاريتيهاش عرفت بلي أنك راه واقيلا ما عندكش مع الأمثال الشعبية ما عنديش معاهم ولكن راه جاتني ونتمنى يلا نتمنوا أنك تجاوب على هذا المثل الشعبي ونتمنوا حتى الأصدقاء نتمنوا حتى الأصدقاء يتعاونوا معاك سي محمد صافي إن شاء الله واخا يلا المثل الشعبي سي محمد كيقول دير راسك دمدومة تعيش تعيش دير راسك دمدومة اه يلا خد مونا ها هو عندكم المثل الشعبي المثل الشعبي كيقول دير راسك دمدومة وسول الأصدقاء ديالك حتى هما ربما يفيدوك وانا نحيي كاع اللي معنا في اللايف تحية كبيرة لكم وشكرا لكم تحية للأخت خديجة برافو ليك شكرا ليك شكون اخر كذلك الياس شيماء راك شاده تحيه كبيره لك الاخت شيماء شكرا لك على المشاركه ديالك وعلى التفاعل ديالك مع البرنامج شكون اخر اللي معنا في اللايف تحيه الاخ بلال الياس كذلك ساره خديجه مجموعه ديال المشاهدين كيعطيونا دي كومونتير تحيه كبيره لكم وشكرا لكم يلا سي محمد دير راسك دمدومه خمسه أربعة راسك دمدومة تعيش هاني لا لا ماشي تعيش هاني لا فيها القافية على وزن دمدومة دير راسك غير كلمة واحدة اللي مازال ولا جملة إلا كان ممكن لا مازالين تقريبا ربعة ديال الكلمات دير راسك دمدومة تعرف شايت فين هما كيفاش؟ دير خمسة دير راسك دمدومة أها وتعرف شمايت فين هما تعرف
شكون يعطيك الجواب؟ واحد من الاخوه اللي معايا هنايا. لا الجواب ماشي عطاك الجواب صح، عطاك الجواب صحيح. هو قرب لك، المهم عطاك قرب الجواب صحيح. كيقول لك دير راسك دمدومه، تعرف فين النوامه؟ لا راك عطيتينا الجواب صحيح، غير الطريقه ديالو ماشي هي هذيك وصافي. كيقول لك دير راسك دمدومه، تعرف الشمايت شكون هما؟ شكون هما؟ تعرف الشمايت شكون هما؟ هذا هو التصحيح ديال المثل الشعبي. ودابا اش بان لك اسي محمد، واش نعتبروها اجابه صحيحه ولا خاطئه؟ ونشوفوا الجمهور اش غادي يقول بلا ما نحكم انا، نشوفوا الجمهور لي كومونتير، نشوفوا مخرج البرنامج. واش قال لي مخرج البرنامج؟ قال لي المهم، قال لي هو مسكين دائما كيدير مع المشاهدين مزيانين، واليوم قال لي لا. اليوم قال لك سي محمد يقول لي يدير مع الناس ديال بني من يلا ماشي مشكل، يلا هي 70 نقطه يلا. قال لي ماشي مشكل، الله يسامح الله يسامح. قال لك عزيز عليه مدينه بني من لال والناس ديال بني من لال، الله يعمرها دار. يلا هي 70 نقطه في امثال الشعبيه. يلا شنو تختار دابا سالينا جميع المراحل سي محمد، شنو تختار من بعد؟ باقي غنعاودوا ازيرو ولا دابا غنعاودوا المراحل؟ بدينا بالثقافه، مشينا للدين، مشينا للالغاز، شنو تختار؟ ونرجعوا للثقافه. نمشيو للثقافه العامه. يلا نعطيوك شي سؤال في الثقافه العامه سي محمد، ونتمنى انك تجاوب عليه. يلا السؤال كيقول سي محمد، هذا ما فيهش الاختيارات. مرحبا. السؤال كيقول من هو عميد الادب العربي؟ من هو عميد الادب العربي؟ سؤال في الثقافه العامه كيقول من هو عميد الادب العربي؟ تحية للمخرج البرنامج أسامة، شكرا لك، عرف الجواب صحيح، برافو لك. نقولوا طه حسين هو الجواب ديالك النهائي؟ الجواب النهائي. وجوابك صحيح، هو عميد الأدب العربي، هو طه حسين، برافو لك، ها هي 80 نقطة في الثقافة العامة. شنو تختار من بعد؟ شنو مازال؟ نمشيو للدين. نمشيو للأسئلة في الدين، يلا نعطيوك شي سؤال ديني يكون في المتناول كذلك. سؤال كيقول سي محمد، تا هذا ما فيش اختيارات. سؤال كيقول من هو إمام القراء؟ من هو إمام القراء؟ من هو إمام القراء؟ إمام القراء. أيه يلا خذ مهلة قصيرة، مجموعة ديال الناس قالوا لنا أحمد شوقي، طه حسين هو الجواب الصحيح، طه حسين هو عميد الأدب العربي، معروف هذا. تحية كبيرة لكم انتم اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، شكرا لكم بزاف على المشاركة ديالكم والتفاعل ديالكم. سي محمد رشيد قال لنا شرف لنا أخي، تحية للناس بني ملال عينا سردون، الله يبارك فيك، تحية للناس بني ملال عينا سردون. يلا سي محمد، من هو إمام القراء؟ 5 4 3 2 1 سي محمد. نعم. فين مشيتي؟ والو ها كنسمع. هو والو ما عرفتيش الجواب دابا؟ ما عرفتش. ساهل، هو من يقولوا تا رسول الله عليه وسلم. لا ماشي رسول الله عليه وسلم، هذاك رسول نبي، هذا إمام القراء، هو من الصحابة الأجلاء والكرماء، معروفين من الصحابة، واحد هو من الصحابة. يلا ماشي مشكل، نعطيك الجواب ولا نخليوه للمشارك اخر سي محمد؟ من المبشرين بالجنه ياك؟ لا من المبشرين بالجنه. عمر بن الخطاب. لا ماشي من الخلفاء الراشدين، لا كون كان من الخلفاء الراشدين كنت غنقول لك من الخلفاء الراشدين، لا ماشي من الخلفاء. معليش قول لنا الاجابه باش من الصحابه. هو معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه. شكرا سي صراحه، بارك الله فيك سي محمد، تحياتي وكنشكرو الله يبارك فيك معاك، بارك الله فيك اودي سي محمد، الله لكم. وشكرا لك على خفه الدم ديالك وعلى الروح المريحه ديالك اودي سي محمد، شكرا لك بزاف. مرحبا تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، شكرا لك، امسيه سعيده. تحيه ليك وعويشر مبروكه مسعوده سي محمد، وتحيه لكل الاصدقاء اللي معاك كيتعاونوا معاك في كل الاجوبه. امام القراء هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، من الصحابه الاجلاء. إذا حنا مازالين معاكم مشاهدينا، مازالين سهرانين معاكم. أسامة كيقول لي واقيلا الوقت ما بقاش، باقي شي شوية الوقت يا أسامة؟ قال لي فتنا الوقت،
قال لي فتنا الوقت. اذا مشاهدينا بصراحه ساعات غير كدوز، ما كنسخاوش بكم، والله ما كنسخاو بكم بصراحه، غير كدوز. هذه 11 قال هذه 12 قال 5 ديال الدقائق، قد مباشره من استوديوهات قناه شوف تي في. اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم من برنامجكم رباح مع شوف تي في. تحيه لكل زملاء بقناه شوف تي في، تحيه لكل الصحفيين والتقنيين بالقناه، تحيه لاسامه مخرج البرنامج، تحيه لخويا عبدو الرموحي الصحفي الجميل تبارك الله عليك، الصحفي المجتهد. ما نساوش الاخت سعاد هيسوف، تحيه كبيره لك الاخت سعاد هيسوف الصحفيه الجميله والمجتهده بقناه شوف تي في. كذلك صلاح الدين السعيدي مساعد التقني ديال البرنامج رباح مع شوف تي في، تحيه كبيره لكم. وما نساوش المايسترو اسامه اسامه المخرج، تحيه كبيره لك وشكرا لك. وكان معكم امام الكاميرا اخوكم صلاح الدين فرحاتي، بكل حب وبكل احترام كنحييكم وكنقول لكم عواش مبروكه، ما كنسخاش فيكم، تلاقاو غدا سحور شهيد، صبحوا على خير، بسلام عليكم.